السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اللوفت. إحنا واخدين كذا حلقة كده اهوت بنحاول إن إحنا نوضح إزاي الإنسان لما تيجي كترانسكرايبر قصدي إنه كنتوا تحاول إنك أنت وأنت بتفرغ صوتي تفرغ بأسهل الطرق. النهاردة هنتكلم عن اللوفت، ممكن لو في أي منصة تانية بتحاولوا إن كنتوا تقصوا فيها ممكن يكون برضو تستخدموا الطريقة دي. اهم حاجه ان كنتوا هتيجوا تفتحوا التاسك تخلوا بالكم، عشان في ساعات بيبقى فيه ترجمه اوتو ترانسكريبشن وساعات ما بيبقاش فيه ترجمه، بتبقى اوريدي اوتو وهي ملهاش علاقه باللغه المستهدفه. فانتوا حاولوا تشوفوا بس انتوا ايه النظام اللي ماشيين عليه، عشان التاسك دوت او الطريقه دي هتنفع مع الناس اللي بتلغي السيجمنتس كلها. يعني انت ما تعتمدش على الاوتو ترانسكريبشن لان الطريقه دي مش هتنفع معايا، ماشي؟ فخلوا بالكم من حاجة، احنا المفروض هندخل على هندخل على اللوفت بتاعي، وبعديها هحاول على قد ما اقدر ان انا الغي كل الايه السيجمنتس بتاعتي. ليها ازاي؟ بدخل هنا من 3 نقط واروح دايس عليها وبعديها دوس ديليت سبيكر. خلوا بالكم يا جماعة، لو انت بتستخدم الاوتو ترانسكريبشن وبتعمل بس ريفيجن عليه او بتحاول انك انت عشان ما تاخدش وقت كتير، فبليز بليز ما تستخدموش الطريقة دي، ماشي؟ عشان انت هتلغي كل السيجمنتس، فانت اوريدي هتكتب كل الكلام من اول وجديد تاني. بإذن الله انت كل اللي هتعمله انك انت هتفتح الفيديو. طبعا الكل عارف ان بنفتح الفيديو من هنا، استنى افتح لكم الويندوز كامل. المفروض انك انت بتروح دايس وتفتح الويندوز من هنا فيديو لينك، بيطلع لك الفيديو لينك هنا اهوت. اول ما بيطلع الفيديو لينك تدوس على ال3 نقط ديت، ال3 نقط دي هتفتح لك الايه الشير، دوس عليه هيفتح لك، دوس عليه مرتين هيتفتح لك اوريدي ويندوز خاص بيه. هتعمل ايه اول ما يطلع لك الويندوز؟ هتاخده كده اهوت وايه هتعمله كليك اند دراج وهتفتحه في ايه في صفحه لوحده. هتروح ايه مكان الدفع في مصر، قصد في تكة قصد بتكة. هتروح جاي هنا اهوت وتبدا الفيديو بتاعك، هتفتح التو ويندوز جنب بعض زي ما انتم شايفين كده اهوت. دوبازل المنصه رقم واحد في بيع وشراء السيارات. حاول على قد ما تقدر انك انت تقلل الصوت. هتقلل الصوره وتحاول على قد ما تقدر تخلي الاثنين يبقوا مفتوحين قدام. اول لما تبدا تشتغل هتبدا تيجي على السبيكر مثلا 1 وسبيكر 2، هتروح جاي هنا اهوت وهتحدد الموجه. طبعا انتوا عارفين ان كنتوا بتقصوا ازاي، في بعض البرامج بتسيب هنا مسافه وفي بعض البروجكتس ما بترضاش ان يتساب مسافات، فانتوا شوفوا اني بروجكت اللي انتوا شغالين عليه. انا عملت سبيكر الاولاني واخترت مثلا سبيكر 1، اوكي. اجي هنا اهوت يا جماعه اشوف اهم حاجه، اشوف طول المده بتاعه الاوديو اللي انا بعمل له التفريغ الصوتي. هنا مثلا 30، فانا هروجي انا طبعا هكون هنا مثلا في الدقيقه 1 او 2 او 3 على حسب انت خلاص، يعني سوري في الدقيقه 0 لانك انت لسه بادئ التاسك. فانا هاجي هنا اهوت واروح حاطط اختار وقت يعني مثلا 29، اوكي، لان هو هنا مثلا 30 بس انا مثلا ما فاضليش غير 3 دقائق فهختار ال 29، لكن انت مثلا حطها 25، حطها مثلا 26، بلاش تعملها 29 لانك انت بعد شويه هتثبت السيجمنت ومش هتعرف تعمل لها دراج او تحركها من مكانها. فانت حاول على قد ما تقدر تسيب مثلا 5 دقائق بين الوقت النهائي والوقت اللي انت عامله، او على حسب بقى انت عامل النسبه بتاعتك. بصوا انا دلوقتي عملت السبيكر الاولاني وبعديها اجي مثلا اعمل السبيكر الثاني، اختار مثلا سبيكر 2 وايه واعمله نفس الكلام واروح حاطه هنا اهوت ان هو مثلا 29، ماشي؟ او مثلا انت عندك هتعملها مثلا 25 26 زي ما قلنا. التو سبيكرز، انا مثلا الراجل ده هنا اهوت المفروض السبيكر 1 بيتكلم وسبيكر 2 بيتكلم، ماشي؟ اجي افتح ايه بعد ما انا اكون ميزت الاصوات، في ساعات بيبقى مثلا 2 بيتكلموا 3 بيتكلموا، حاولوا على قد ما تقدروا. يعني هي الطريقه دي لذيذه قوي لو انت اصوات مميزه، يعني مثلا راجل وست بيتكلموا، واحد صوته تخين واحد صوته رفيع، وهكذا. في الزحمه قوي الناس الكتير ممكن الطريقه دي ما تنفعش قوي الا لو الاصوات زي ما قلت لك مميزه. فهنيجي مثلا نقول ان هنا مثلا 2 رجاله بيتكلموا وواحد صوته تخين وواحد صوته رفيع،
فالموجة زي ما انتوا شايفين كده لما تيجي تتكلم، ده الراجل اللي هو صوته تخين، الصوت الموجة نفسها زي ما انتوا شايفين كده تخينة، ماشي. اجي هنا هو تبصوا هنا هو مثلا، هنا الموجة اللي هو الراجل اللي صوته تخين، وهنا الموجة اللي هو الراجل اللي صوته رفيع. بصوا فرق شاسع ازاي بين الموجتين، فانتوا خلوا بالكم كده، هو تركزوا كويس قوي لما تلاقي البتاع ساعات بيوطوا صوتهم، فانتوا خلوا بالكم من الحكايه دي. يعني ممكن اتنين رجاله بيتكلموا زي هنا هو الراجل اللي على صوته شويه، فانت اهم حاجه انك انت تبقى بتميز طبقه الصوت وانت بتسمع الاوديو، ماشي. انا كل اللي هعمله ان انا هفتح الاوديو وهخليه يتكلم، لكم بس انا مش طروقة هقص وخدوش دعوة الاثنين لكم مع على بعض، هنا. هقص واحد بس، هختار سبيكر منهم واقصه. فانا اجي هنا مثلا هفتح الصوت، وبعديها مثلا هو اتكلم في الحته دي، اروح جايه كده اهوت وايه، واخد السبيكر 1 اتكلم في الحته دي، ماشي، واروح فاتحه تاني السبيكر، هي هنا رجع تاني اتكلم في الحته دي، اروح قصه الايه. بصوا انا بعمل كل اللي بعمله، بقص واعمل دراج، وبعديها ايه اعمل كليك ودراج، أروح إلى وبعديها معروف اجي اوقف عند بدايه الموجه واروح قص. أبو الموضوع سهل وبسيط. انت بقى اللي هتعمله ايه، انت هتسيب الاوديو مفتوح مش هتقفله، اول لما تلاقي صوت الراجل بدأ معروف اروح موقفه الاوديو واعيده تاني، اجي اوقف السيجمنت في حته بعيده كده واعيده تاني عشان اتاكد هو بدأت الموجه الصوتيه من فين. هو بدأ يتكلم، بصوا لو خدتوا بالكم هتلاقوه بدأ يتكلم من الحته دي. لو حسيت ان الطبقتين بقوا قريبين قوي من بعض وانا مش قادر اميز، اجي هنا اشوف مثلا 27 19، اجي هنا اقف على 27 مثلا. واروح فاتح الاوديو واحاول ان انا اسمع هو بيقول مين فيهم اللي بيتكلم. بصوا هو بدأ يتكلم فعلا، كان عمال ساكت ساكت وبيقول وبعدها دلوقتي بدأ يتكلم. ده الشخص اللي هو اللي عمال يتكلم على طول، الشخص اللي بيسمع. فانتوا خلوا بالكم انت كده، يبقى انت متأكد انك انت سمعت صح. ترجع تاني للسيجمنتس وتحاول انك انت تشتغل. اول ما يقف خلوا بالكم من حاجة، احنا في الطريقة دي مش بنستخدم الماوس كتير، انا بستخدم الكيبورد. فانا خليوا بالكم انا في الكيبورد هشغل الفيديو اوتوماتيك عن طريق ادوس على كنترول وسبيس، اوكي، كنترول واللي هي الشريط بتاع المسافه ده، السي تي ار ال، هدوس عليها في نفس الوقت هي والمسطره اللي عندي في الكيبورد، ماشي. طيب انا هقص ازاي، اجي هنا هو تشوف الراجل هنا خلص كلام والراجل بتاعه فتحت الاوديو. بصوا انا بقف بالمسطره بالماوس واستخدم الكيبورد، هو سكت في الحته دي، اتاكد برضو خلاص هو سكت في الحته دي. فانا اجي هنا هو اعلم على السيجمنت بتاعتي، لازم الكره البيضه دي تكون هنا هو ما تبقاش تحت، اوكي، لان بصوا لما بحطها تحت بيتغير سيجمنت تماما، فانا لازم اتاكد ان السيجمنت اللي انا بقصها. وقفت هنا واتاكدت، اجي هنا هو واروح دايس عليها واعمل كنترول بقى اللي هي سي تي ار ال دي، وهعملها حرف الظه او اللي هي question mark، اوكي. انا كده دوست، اتاكد تاني، خلاص اتاكدت، اجي اقف هنا هو برده واسمع ممكن يكون في دل الصوت بتاعه. فانا خلي بالك عشان في ناس كتير ما بتركزش في نهايه الموجه فعلا فين. خلاص بما اني ما سمعتش حاجه يبقى الراجل سكت، فايه فارجع كده اهوت واخليه بقى ده يشتغل تاني لحد ما يجي الصوت بتاع الولد التاني اللي انا حاولت اجيبه فيه. هو هنا رجع اتكلم تاني، افتح اوقف واعمل المسطره بتاعتي واتاكد هو وقف في الحته دي. الاصوات يا جماعه بتبقى مميزه جدا لانك بتركز في الاوديو، فما بترج ما بتقعدش تتلخبط بقى كل شويه افتح الفيديو كل شويه افتح الفيديو كل شويه افتح الفيديو، ده بيخليك يعني تتوه، ماشي. فانتوا ركزوا بس في الاصوات في الاوديو، لو في مشكله خلاص احنا بنميز الاثنين. هنفتح تاني، لو خلوا بالكم الكيبورد علقت يبقى افتح من هنا وبعديها اشتغل تاني في الكيبورد. خلاص السيجمنت، اقف هنا في الاخر واتاكد انه فعلا مفيش اي صوت تاني للراجل اللي بيتكلم.
بص انا لقيت لا لسه بقيت الموجه، عشان هما الاتنين بيتكلموا في نفس الوقت ففي اوفرلاب. بصوا انا بقص اللي الراجل السبيكر الاولاني ماليش دعوه خالص بالسبيكر التاني، حتى لو اتكلم ما يبصليش. بعد ما اخلص ال 30 دقيقه او مثلا اخد 5 دقايق مثلا، ده ارجع لايه للسبيكر التاني واقصه بنفس الطريقه. زي ما انتم شايفين انا سايباه يرغي براحته، واول ما اسمع السبيكر اروح موقفها. اوقف ازاي؟ بدوس برضو على كنترول اللي هي سي تي ار ال على المسطره، برضو اللي هي كنترول سبيس كنترول سبيس. يبقى كنترول سبيس بتفتح وبتقفل الاوديو، تفتح الصوت وتوقفه. ماشي، اتاكد ان هو المفروض ان هو بيعمل كده. حلو قوي. طب في عندنا حاله بقى بيبقى، خلوا بالكم انت بتقص كتير جدا عشان احنا المفروض نفصل كل سبيكر لوحده. طب في حاله اللوفت فيه ساعات بيبقى هو سامح لك انك انت ما تقصش لو اقل من نص دقيقه. ماشي، يعني لو اقل من 5 شرطات من هنا ما تقصش السبيكر اللي بيتكلم على طول. ماشي، لا اعمل السيجمنت بتاعته فوق السبيكر التاني، يعني ده عمال يرغي 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 ما بيسكتش. فده قال ايه؟ اروح انا بصوا قصيتها ما قصتش اللي تحت. هو المفروض الطبيعي في اللوفت ان انا هقف هنا بالمسطره واقص الحته دي واسيب الحته ديت وارجع هنا اعمل سيجمنت جديده. انت طبعا بتعمل دبل عدد الايه السيجمنتس، فانت المفروض تقلل على قد ما تقدر الشغل عشان تخلص التاسك بسرعه. يبقى انا دلوقتي عملت البتاع، عملتها هنا، ايه الشروط بتاعتي عشان اعمل الحركه دي؟ ما ينفعش الراجل بيتكلم دقيقه كامله اروح سايباها واقصها بعد شويه، لا ما ينفعش. اقل من 5 شرط. هو انا بصوا زي ما انتم شايفين ما خدش يا دوبك شرطتين ونص ولا 3 شرط، خلاص مسموح بيها. لكن لو وصل نص ثانيه، نص الثانيه اللي هي من هنا لهنا، قصدي سوري الثانيه من هنا لهنا، يبقى نصها. لو هو عدى المسافه دي كلها وبدا في حاجه تانية، لا يبقى لازم اجي افصل من هنا السبيكر ده وافصل من هنا السبيكر ده. خلوا بالكم برضو من حاجه، في ساعات هو بيقول ايه والراجل سكت هنا وبدا يتكلم، مثلا قولي الحته دي كلها سبيس فاضيه، راح جاي اتكلم في الحته دي. ماشي، في الحته دي اتكلم هنا هو السبيكر التاني. ما ينفعش ان انا اسيب ده شغال، لا انا بصوا بالرغم ان ده موجود اجي اقف هنا اهوت واعمل الكنترول النقطه الفول ستوب او اللي هي حرف الزين، واشوف هو عدى قاعده النص ثانيه في اللوفت ولا لا، هو سكت نص ثانيه ولا لا، اقف هنا واعملها. بصوا بصوا المسافه اللي هو عدى فيها، وانا عايزه اقص من الحته دي من الحته دي، يبقى انا الحته دي كلها هو ساكت الحته دي كلها السبيكر الايه التاني مش الاولاني. الاولاني خلاص قصيته، فاجي اقف تاني واتاكد اعمل كنترول زد. بصوا وقفت فين هنا؟ اهو الخمسه اللي هو نص سنتي نص ثانيه قصدي، وانا السبيكر بتاعي بدا يتكلم من هنا. فانا في الحاله دي هقف هنا عند انهاء عند بدايه الموجه التانيه، او في ناس بتقص في نهايه الموجه، وايه اقص ديت اعملها كده اتاكد. بصوا مسطرتي هنا اهو اتفقص من الناحيه دي، لا انا اعمل كليك واتاكد السيجمنت اللي عايزه اقصها وبعديها اقص. بصوا الحته دي كلها هي اوريدي اصلا ساكت فيها، فهيبقى القص بالشكل ده. ماشي، لكن في الحاله الاولى، في الحاله الاولى هيبقى القص ازاي يا جماعه؟ هيبقى القص بس كده اهو، لان هو اوريدي بيكمل كلامه. يعني انا لو جيت ان هو زي ما انتم شايفين هو بيتكلم ما سكتش ايه، فخلاص ما اقصش ما اقصش، اكمل اكمل عادي مفيش اي مشاكل، وايه اعتبر ان الموضوع منتهي ومفيش اي مشاكل فيه. ماشي يا جماعه، بصوا الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي مشكله. حاولوا على قد ما تقدروا زي ما قلت لكم ركزوا في سبيكر سبيكر، تعمل التاسك كله في سبيكر، او اسلمت مثلا ليك يا دكتور، 5 دقائق 10 دقائق. عايزه اقول لهم اسلمت ليك يا دكتور، هتوفروا على فكره فعلا لاين فعلا اتسرع. ثلاث دقيقتين الوقت. اهم حاجه التركيز، بس حط السماعه بتاعتك او اللابتوب بتاعك يبقى صوته واضح، و وهذا ما قلت لكم هتفتحوا بالكيبورد وايه وتتاكدوا ان هو الشخص اللي بيتكلم. ربنا يوفقكم يا رب، وان شاء الله كل حاجه بسيطه وسهله، بس حاولوا انكم تتعلموا اللي حواليكم وتستفادوا من الناس اللي حواليكم ومن علمهم. ربنا يوفقكم يا رب. بصوا يا جماعة احنا هنوريكم ازاي بتشتغل بسرعة عشان تعرف قد ايه انت وقت بتوفره. بصوا انا فاتحة الاوديو اوريدي من أجامك الكمبيوتر، عندي مهانفو يقولي فيدي بيجي اجي ونقول اقف هنا مجمدي ما عليك واروح ايه اسحب الايه السيجمنت بتاعتي، اقف هنا
لو عملت من هنا هتاخد وقت قليل، مساحة قليلة. بص هو شغال ازاي وانا بشتغل. هو بدأ يتكلم ورحت موقفه على طول اول ما لقيه بيتكلم. خلصت البتاع. خلوا بالكم طبعا قاعدة النص الثانية يا جماعة، ما ينفعش السيجمنتس تبقى مساحة كبيرة كده هوت الا لما اقصها. خلوا بالكم عشان في بعض البروجكتس بتمنع ان الانسان يقص على طول على بداية الموجة، بتسيب فراغ، فلازم تتأكدوا من الليدر اني نوع بروجكت ده. انا طبعا هنا هو عمال يتكلم. اتاكد ان خلاص خلص الكلام. خلوا بالكم عشان ساعات في ناس بتتك على الاس، تعمل اس او تعمل ايلاند. خلوا بالكم لازم ينتهت الموجه عشان في ناس بتتك، في ناس بتغير صوتها يا جماعه، فخلوا بالكم اي حاجه تشك فيه افتح بعد كل شويه، تفتح الاوديو كده قدامك ولا الفيديو وتشوف اللي انت واصل لفين وتتاكد ان هو فعلا انت بتقصها صح. اوكي، عشان في ناس ممكن مثلا ما ميزتش في الصوت. بصوا خلوا بالكم من هنا، هو الراجل اتكلم هنا وقف، وفي نفس الوقت ده بدأ يتكلم وبعديها هو بدأ يتكلم هنا. زي ما انتم شايفين هو عدى النص ثانية، فما ينفعش اسيبها، لازم اقصها واجي أبدأ من الحتة اللي هو بدأ يتكلم فيها. زي ما انتم شايفين انا ماليش علاقة تماما بالسبيكر اللي جنبه، انا بركز فقط في السبيكر اللي انا بقصه. الهوي زينة بتأكد ان انا ايه بقص صح. مادي هنا مثلا مش مركزة قوي، خايفة احسن تكون، لا هي بالظبط على السيجمنت، ممكن كمان اضيفها كده شوية، هي نفسها. اوكي، حاولوا يا جماعة في بعض يعني هما بيأكدوا قوي ان ما تعديش النص دي. لو هي عملت بالمنظر ده وانت فاكرها جت في الموجة التانية، لو فتحت الاوديو مادي بتلاقي الكلام بدأ، لكن انت اوريدي هو مش بدأش. فهم بيجوا ناس كتير قوي بروجكتس قوي بترفض بسبب انك انت سامع الموجة في الحتة دي والسيجمنت خلصت، يعني الاوديو بيبقى سابق الموجة، لكن هو اصلا الموجة بدأت في الحتة دي. يعني بصوا الموجة بدأت هنا مش في الحتة اللي خلصت فيها الخمسة سنتي، في هنا هو حتة لو خدتوا بالكم في حتة رمادي كده خفيفة. انت قص بدل ما وصل المسطرة بتاعتك لبداية الموجة التانية، حتى لو سامع الأوديو شغال بدل ما الموجة نفسها قدامك ما بدأتش، قص. عشان هما يجوا يعني في ناس ما بتفتحش الأوديو فهو مش سامع الأوديو، يعني انت بتقص صح ان الأوديو انت سامع صوت الموجة، لكن هو ما بيبصش أصلا على الأوديو، هو بيشوف الموجة دي ما خلصت ولا دام ما خلصتش، خلصت ولا ما خلصتش. فخلوا بالكم الحركة دي عشان في بروجكتس كتير قوي ممكن تترفض بسبب الحركة دي، انك انت وهو على فكرة بينه وبينكو هو كلامه صح، هو الموجة ما بدأتش، انت ازاي بتقص قبل الموجة اصلا. خلوا بالكم بقى في الحتة دي زي ما انتم شايفين هو خلص هنا، هو اتعملت الموجة الصوتية لقيت لا ان هو ايه مش مكمل، يعني في موجة صوتية تانية اخليه ما اقصش مساحة كبيرة بس ما عداش، ما اقصش اني اتاكد كل شويه انا ايدي على الكنترول فول ستوب، اتاكد ان الخمسة سنتي ما خلصتش، لو خلصت اقطع. ndiwoti ndikwawo ndithu kunoko koti basi ndi akhoti nzika zapano kapena amachita kubwera mfupiti. اقف هنا خلاص، انت بعد كده يعني بالنظر كده هو هتبقى انت حفظت الموضوع. يعني بصوا خلي بالكوا هنا واحد تاني هيتكلم. بصوا فرق الاتنين، بصوا انا بقدر اعمل الحركة دي لما يكون الموجة صغننة خالص والموجة التانية بتاعت السبيكر التاني كبيرة. اتكلم اروح اقصر وارجع اعيد اتاكد ان اقصر صح، واقف هنا واتاكد ان مفيش صوت خالص ظاهر. وقف وانا بقص، عشان لو انا اتحركت وانا بقص، في ناس بروفيشنال بتقدر تقص ولو السيجمنت شغاله مش مشكله وتقص صح كمان، بس انت اضمن انك انت
ina wanga kuli longwe mwe mochogele nugo ina wangwa mochogele nugo ina اقعد اعيد لحد ما اتاكد وركزوا كويس كويس في الاصوات. لو مش فاهم ومعرفتش توصل للصوت ما تستخدمش الطريقه دي بعد اذنك عشان ما تتعبش. في طريقه تانية يا جماعه، لو واحد بس اللي بيتكلم والواحد ده بينطق صح، يعني ما بيقعدش يعمل زي ما قلت لكم الاس او الد، يقعد يتك على الحروف. انا وهو اوريدي الموجه بتاعته واضحه كده زي ما انتم شايفين، انا بقص الموجه بتاعته لوحدها ماشي، بس ده شخص واحد بس بيتكلم. يكون ما افتحش الاوديو بقى في الحاله دي، يعني انا في الحاله بتاعتنا ديت عشان تو سبيكرز او اكتر واصواتهم مميزه، فانا بفتح الاوديو البلاي. انا اوريدي كل تعاملي مع ان انا بسمع الاصوات، لكن في طريقه الوان بس واحد بس اللي بيتكلم بقفل خالص الاوديو ما افتحوش تماما، واقص السيجمنت واتاكد ان هو ما بيسيبش ديلك دوت للايه بتاع بتاعته. يعني زي مثلا هو بيتكلم هنا اهوت، اجي اقص من الحته دي للحته دي وهكذا. وربنا معاكم يا رب. في حاجه احنا لسه ما قلناهاش بخصوص لو انت عايز تستخدم الكيبورد في انك انت تشيل اللي هو المنطقه الحمراء اللي في الاخر. فبصوا انا دلوقتي مثلا براجع على التاسك بتاعي، فانا كل اللي بعمله بصوا انا هنا هاجي هدوس زي ما قلنا هنا، هستخدم بس الكيبورد مش هستخدم الماوس. اوكي، هعمل سبيس واعمل باك سبيس. لازم باك سبيس يا جماعه، اتاكدوا ان مفيش اي سبيسز عشان الترانسكريبشن الترانسكرايبرز المفرغين ما بياخدوش بالهم ان في سبيس وكده تترفض التاسك. فانا بصوا كل الموضوع باجي هنا شايفين في خط كده اهوت في شادو، انا باجي فوقيه بس لازم يبقى المساحه كبيره عشان لو قليله مش هيعمل معاك الحركه دي. باجي هنا اقف جنب المسطره بتاعتي اللي هي بتطلع وتنزل دي، احاول اكبرها كده واجي اقف هنا اهوت واروح دايسه دبل كليك، ما عملش اقعد ادوس تاني. مش عارفه ليه علق، ما علينا. المهم لو ما عملش بصوا هو عمل، لو في حاله انه ما عملش حاولوا تطلعوا سنه كده اهوت ماشي، وايه وهتلاقوا فتح لك التاسك اللي بعده زي ما انتم شايفين كده بسرعه جدا يا جماعه. احنا كل ده طرق تسرع الوقت اللي احنا بنضيعه، وبالتالي التاسكات بتضيع مننا. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده بس بدوس كليكايه واحده، بصوا كليكايه واحده مش كليك مش دبل كليك، ما بضغطش مرتين، مره واحده بالراحه كده عشان اشوف وما تضيعش مني اي سيجمنت. اوكي، هنا بصوا انا معديت وما خدتش بالي، ارجع بالايه بالمسطره بتاعتي وادوس سبيس وايه وباك سبيس. بصوا الموضوع سهل وبسيط ازاي يا جماعه. حالة بقى ان هو اصلا مفيش كتير، فانا بقى رايح نفسي ايه واعمل اللي هي الحركة دي، هيعدي لي كل اللي هي السيجمنت الفاضية ويرجعني للايه للسيجمنت اللي ده. انا هنا هوت مثلا عملت بصوا كذا واحدة، لا هنا هوت اشتغل. بصوا المسألة بسيطة وتافهة وكل الحاجات دي. طبعا بصوا احنا مش بنرغي في نفوخكم، بس فعلا الحاجات دي بتفرق جامد جامد في عدد التاسكات اللي تقدر تخلصها خلال يوم كامل. اوكي، يعني انا مثلا ممكن اخد في التاسك مثلا 12 ساعة عشان افرغه. في ناس كتير قوي بتشتكي تقول لي انا الفلوس اللي جايالي مش بتمن الشغل الوقت اللي انا قعدت اشتغله في التاسكات. انت الطرق اللي احنا بنقولها ديت، لو التاسك بتاعك الساعة واقفة ب10 دولار انت الكسبان، لانك انت هتخلص بسرعة. وبالتالي يا جماعة ما تبصوش لقيمة الساعة، بصوا انا هشتغل في اللغة دي كام ساعة، انا التاسكات كتير فهقدر ان انا اعمل مبلغ محترم. وكل ما تستخدموا الطرق اللي احنا بنقولها لكم ديت، كل ما انتوا هتقدروا ان كنتوا تخلصوا بسرعه. ربنا يوفقكم وان شاء الله خير يا رب. بصوا يا جماعه هنا دلوقتي بقى هنعمل السبيكر الثاني. بصوا بابو مريم جوني فونغوي، انا الفايس تشيرمان وبامبو كاليم. انا طبعا ما بقصش اي سيجمنت، حتى لو هو بيتكلم كل شويه يسكت كل شويه يسكت، بدام اقل من نص ثانيه، يعني خمس شرط من هنا اعد خمس شرط اعرفها ازاي نص ثانيه في اللوفت، بقف على نهايه الموجه وادوس كنترول فول ستوب او حرف الزال. بصوا الزين قصدي، هيبقى كنترول فول ستوب، هلاقي ان كل دي مسافه النص ثانيه. اوكي، خمس شرط لو مش عارفين تعملوها بالكيبورد، بس هي اسهل حاجه يا جماعه، اسهل حاجه توقفوا على نهايه الموجه
وتدوسوا كنترول فول ستوب. بصوا انا هكمل ازاي، انا فاتحه الاوديو، خلي بالكم قلنا الطريقه دي بتعكس السنجل، الشخص لوحده بقفل الاوديو تماما واقص براحتي، لكن لو شخصين او اكتر واصواتهم مميزه لازم، لو انت مش قادر تميز الاصوات ما تستخدمش الطريقه دي. ماشي wabungwe la kuyangalina kumbenye kuseka ndikutsekula yes mpiringitone ndiwe nayi nawo ndipo mphai imeneyo kale anadwala ndipo abambo aja anatangwani kufana achigulire tinalini nkhuni ngati mukuzona zimbali mukuzona pasi ndiada amanga mtolo uni مثلا شكه في الحته دي هي اقل منها، بس انا برضو اتاكد. بصوا بلاش تفتكر انك انت فاهم كل حاجه، ارجوك لما تلاقي مسافه كبيره كده، لان في ساعات الموجه الصوتيه في اصوات انا فعلا كنت بشوف المسافة مثلا بينهم وبين بعض كده، وسبحان الله سبحان الله اجي اعملها بالنص ثانية الاقي عدت، اقول يا ربي انا مش قادرة، يعني قدامي واضح ان المسافة صغيرة ازاي عدت، بتبقى الموجة بتخدع عينك. اوكي، فلو سمحتوا لو انتوا مش متأكد، يعني اي مسافة كبيرة كده بعد اذنك حاول انك انت تتأكد من ان هي ما عدتش الخمس شرط، ما عدتش النص ملي نص ثانية. ماشي، طبعا احنا في مشكلة تانية هتقابلنا دي هناخد بالنا منها في نهاية تعمله، لازم ما يبقاش فيه هنا احمر. اوكي، بيحصل ليه احمر هنا؟ هوت اولا بتبقى دي اكتر من 30 ثانية، ال 30 ثانية يا جماعة لازم تتقص في اللوفت، اكتر من كده تبقى غلط، السيجمنت غلط ويترفض المشروع بتاعك، لازم هنا ما تتعداش 30 ثانية. انا طبعا هنا 25 وهنا 26، يعني دقيقة كاملة تقريبا. اوكي، فانا لازم طبعا الكلام ده غلط. في ساعات هو اوريدي انا بكون قصيت صح، بس هو مديني انها ايرور كده، في حاله اللي هي اصلا مثلا هنا 25 24 و25 26 الاثنين جنب بعض، طب هو ليه مديني احمر؟ لان يعني الطريقه دي مع الاسف هو الكمبيوتر المنصه بتهنج فيها، وما يعني هي بتحسب انك انت اوريدي ال 30 دقيقه او ال 25 دقيقه، فانت اوريدي عملت اوفر ليميت للايه، للعدد الدقائق او الثواني اللي انت المفروض فيها اللي هي 30 ثانيه. فاحنا هنحل المشكلة دي ازاي؟ اولا افتح الموجة الصوتية، في طريقتين، من غير ما افتح الموجة الصوتية خالص، اوكي، بروح دايسة هنا هو ترانسكريبشن وادوس سبيس، بصوا اتقفلت، لو ما اتقفلتش يبقى الموجة دي غلط، لاما عدت ال 30% 30 ثانية، لاما الموجة دي اصلا يعني بصوا هتلاقوا ساعات مثلا هنا 24 وهنا مثلا 23، فهو انت مش شايف الموجة قدامك هنا اهو، لكن بصوا يعني مثلا انا مثلا بتكلم في الموجه دي، بصوا انا هخليها تختفي من قدامنا ومع انها موجوده، هعمل ايه؟ هروح لعبه هنا واعملها 23. ماشي، بصوا انا اول ما خلصت ودوست انتر، شو المفروض الموجه دي؟ بصوا طلع لي ايرور، معلش انا هفتح لكم الموجه عشان انا اصلا مش فاتحاها قدامكم عشان كده انتم مش شايفينها. ماشي، بصوا الموجة بقت صغننة وظهرت، أنا دلوقتي هخليها تختفي تماما. أوكي، أو هو مثلا ما عملهاش عشان هي already error، بس هي يعني الموجة دي المفروض في ساعات فعلا ما بتبقاش باينة، بتبقى بصوا يا جماعة بتبقى معمولة كده، أو بصوا مش باينة خالص نقط بس. طب أنا هاجي هنا مثلا هعمل الترانسكريبشن بتاعي، أروح دايسة بصوا ما عملتش أي حاجة للسبيسز اللي أنا هعملها، وخلي بالكم وأنتوا بتعملوا سبيس لازم تعملوا باك سبيس عشان لما يجي الراجل اللي يعمل الترجمه او الترانسكريبشن لازم ما نسيبش اي مسافات في الاول يا جماعه، فهو هيجي يشتغل عادي هيفتكر نفسه واقف، يعني مثلا انا عامل كده كل ده سبيسز، هو مش عارف، هو هيجي يكتب هيكتب من هنا، يبقى كل دي مسافه اوريدي المفروض محطوط فيها سبيسز هو مش عارف، فانت ايه لازم بعد ما تعمل السبيس تعمل باك سبيس عشان هو يبدا من بدايه، يبقى ما فيش اي هنا مسافات خالص، بصوا الام بس اللي بدأ. لكن لو انا عملت سبيس وهو راح جاي كتب، بصوا هو مش شايف السبيس بتاعتي هيبدا يكتب كده، طبعا لما تيجي ولازم نحط فول ستوب في الاخر، طبعا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل التاسك هيترفض. ليه هيترفض يا جماعه؟ عشان انت ظريف وعملت السبيس في الحته ديت وما لغيتهاش، والترانسكريبشن مستحيل ياخد باله منها، فبعد اذنكم اللي يعمل سبيس لازم يعمل باك سبيس من الكيبورد او يلغيها. اوكي، فانا لغيتها عشان الترانسكريبشن مش هيعرف يا جماعه، مش هيعرف، مستحيل يعرف ان في سبيس، فانتوا خلوا بالكم. طبعا الكلام دوت اللي احنا بنقوله عشان مثلا الناس اللي بتاخد الاوتو
ترانسكريبشن، تاخده كوبي وبيست وتحطه هنا اهوت، ليه بيعرفوا ان هو اوتو مع ان نفس الكلام؟ لان الناس بقى بتاخدها بالسبيسز، فاللي بيجي يراجع وراك في كواليتي كنترول بيعرف انك انت سارق الترجمة او سارق الايه الترانسكريبشن وعامل اوتو، مش مفرغ حرفي. فانت حضرتك بيعرفوها ازاي؟ بيعرفوها انك انت بتبقى سايب سبيس هنا اهوت وكاتب الكلام. بصوا لما اجي اعمل دبل كليك، استنوا لما اجي اعمل كلها كده اهوت، بصوا في مسافة هنا اهوت انت مش شايفها. وبعديها بيجوا هنا اهوت، مثلا في ناس مثلا بتاخد من على جوجل ترانسليت وتترجم، ليه بيتقفشوا؟ بيتعرف ان هم جايبين من جوجل ترانسليت، ان جوجل ترانسليت عامل حركة عشان يعرف مين اللي بياخد الترجمة منه، عشان اغلبية البروجكتس بتاعت جوجل اصلا بيرجع يطلب منكم ناس، فبيروحوا حاطين سبيس وبعديها يروحوا حاطين ايه الفول ستوب. السبيس والفول ستوب دي طبعا بتخلي يبان مين اللي خد الترجمة كوبي وبيست وما غيرش عليها، ومين اللي اشتغل فعلا الترجمة. فتلاقي انت فاكر نفسك بقى ناصح وجبت الكلام وعملت الترجمة بتاعته والترانسكريبشن بتاعه، يروح جاي كواليتي كنترول يقول لك سوري مش هديك ولا مليم لكل الترجمة بتاعتك، تخيل، عشان تاسك واحد زي ده انت عملته. ليه؟ يقول لك انا مش ضمني، مش يمكن انت واخد الترجمة التانية، يبقى الترجمة ديت او التفريغ ده مش اكيوريت، يعني مش دقيق، فانا مش هديك فلوس تماما. يبقى انت ضيعت على نفسك كل ساعات اللي انت اشتغلتها عشان خاطر الحركتين الغبية دي اللي انت ايه مستهون بيها. نركز قوي نيو وان شاء الله خير. نيجي نكمل شغلنا، هنيجي هنا هو وهنسمع ونشوف الراجل ده سكت امتى. هو اوريدي الموجة باينة زي ما قلت لكم، عشان انا بعمل تو سبيكرز، الاتنين واحد صوته تخين وواحد صوته رفيع، فانا باين عندي ان ده الرفيع وده التخين. بس انا برضو بعد اذنكم، بعد اذنكم ما تعتمدش على الموجة، ممكن الراجل وطى صوته زي في الحتة دي، هو وطى صوته مع انه بصوا زي ما انتم شايفين هو بيتكلم بطريقة كبيرة، بعد عن المايك شوية فايه فوسي الصوت، قرب من المايك فالصوت عالي، يعني ممكن الراجل دوت عالي صوته ويبقى زي دوت عشان هو قرب من المايك شوية او على صوته شوية. فبعد اذنكم، بعد اذنكم لازم تسمع الاوديو. احنا قلنا في التوك سبيكرز لازم تسمع الاوديو، والوان سبيكر بعد ما تخلص القصد كله لازم تسمع الاوديو، لان ممكن يكون هو بيقول حاجة، بيضحك، بيعيط، بيتكلم، بينادي، في باب اترزع، فالموجة مديالك ان هو بيتكلم او بيسقف مثلا، الموجة بتديلك ان هو بيتكلم وانت بتقص ان واحد بيتكلم هو اصلا مثلا واحد بيضحك. اوكي، فانت لازم بعد ما تخلص السيجمنت كلها، سيجمنتس كلها تسمع الاوديو في الوان سبيكر، لكن في التو سبيكرز لازم من الاول تفتح ايديه تسمع السبيكر هم بيقولوا ايه. بصوا بصوا انا اتاكدت ازاي ان هو شغال، هنرجع تاني ونشوف هنا هو. طب الحل ايه؟ الحل ايه معايا؟ ان انا زي ما قلت لكم الحاله الاولى، ان انا مثلا لو انا طلعت كده اهوت في الحاله دي زي ما قلت لكم هيبقى فيه كتير كتير احمر، مع انك صح بس هو البروجرام مدين انك انت احمر، هنا 22 وهنا 24، ما عداش ال 30 ثانيه. فاحنا قلنا الطريقه الاولانيه ان انا بكتب سبيس، بعمل كليك هنا اهوت وبعمل سبيس. الطريقه الثانيه امسك السيجمنت يا جماعه كده ارجها شويه، وديها دراج كده يمين شمال، هتظبط. اجي هنا بصوا اروح عاملاها يمين شمال، وخلي بالك بليز بليز انك انت ما بوظتش السيجمنتس. اوكي بصوا هعمل كده، هتاني بقى ماشي. وعشان اخلص من الايرور، طبعا انتوا عارفين الايرور لما بدوس كده بتيجي الايرور ورا بعض اهو، ماشي، وانزل تحت بيجيب لي على الحته اللي فيها الايرور بس، وبعديها بيعدي الكلام الصح ويجي عند الحته اللي بعدها. فانت دلوقتي ممكن تعمل بقى طريقة تانية، لو هما ورا بعض السيجمنت زي ما انتوا شايفين بص هيعدي كله ويوصل لايه للغلط بس. يبقى انا بعمل هنا، خلوا بالكم لما تيجوا تعملوا الطريقة دي في المراجعة لازم لازم يا جماعة تبدأوا اولا من بداية السيجمنت. اوكي، طبعا انا مثلا لو عايز اعمل اي حاجة في التاسك وعايز ارجع للمكان اللي انا فيه بسرعة، فانا دلوقتي مثلا هخلي السبيكر 1 ده هعمله نو سبيكر، فهيديني اللون ده. فانا دلوقتي هرجع للاخر خالص، اوكي، ادي الاول خالص وهنا هرجع للاخر خالص. اوكي، فانتوا خلوا بالكم الحكايه دي عشان الحاجات دي بتخلي التاسك استخدمه بسرعه. انا كده رجعت الاول، بصوا 00 ماشي. طب هو 00 عشان يبدا يقرا معايا هنا 25 وهنا 00، ادوس على السيجمنت الاولانيه اداني 00.
اروح اعمل ايه يا جماعه؟ اهم حاجه بصوا، انا تنتني ماشيه، بصوا انا باجي في الحته دي بدوس بيسحب معايا سيجمنتس كتير قوي، عكس مثلا ما اجي اقعد ماشيه هنا هو يعني دي بتسحب كتير قوي بس انا مش محتاجاها دلوقتي، فانا اجي هنا مثلا ادوس هنا هو، بصوا هي ما عندهاش اي مشكله هنا هو في السيجمنت، اجي ادوس على البتاع ده عشان اوصل لاول سيجمنت فيها غلط. هو ساعات ممكن يفتح لك سيجمنتس قريبه لان ما فيهاش ترانسكريبشن، فاوريدي هو عامل هنا هو في ايرور هنا اهو انك انت ما حطيتش الترجمه، فلو هو في الحته دي ما فيش اي حاجه لونها احمر هيفتح لك يقول لك انت ما حطيتش الترجمه اصلا، فالكلام ده غلط بالنسبه لي ماشي، لان هو الاي دي بتعبر عن الايرور اللي في التاسك بتاع اللوفت. فانا بصوا انزل اعملها كده، بس خلوا بالكم سيبوا مساحه شويه عشان ايه اول ما تيجي عندكم المنظر اللي هي الايرور الاصلي. بصوا انا الحته دي كلها ما شاء الله ما فيهاش اي ايرورز، بصوا رجعنا بقى، خليتوا بالكم ان انا بمشي بسرعه فالاحمر جه بسرعه، خلوا بالكم انا ساعات كده ممكن ارجع كده ما الاقيش الاحمر مع انه موجود، فاتني بصوا يعني اروح راجعه تاني في الاتجاه بتاعي، وانا ماشيه في الاتجاه اقلل السرعه شويه، هبص هلاقي بعد شويه الاحمر بتاعي ظهر لان انا اوريدي شفته، بصوا جالي اهو. اجي اعمل مثلا اللي بعدها، بص هنجي الاحمر التاني، بصوا الاحمر التاني مش بسرعه ازاي، ارجع له بصوا جالي، في حاله انه ما جاش يا جماعه اعمل كذا واحده ورا بعض ماشي، بصوا ما جاش اللي قبله، ما طلعليش اللي قبله مع ان في اتنين احمر، اروح بصوا انزل تحت تاني هلاقي الاحمر رجع لي تاني ماشي. فتخلوا بالكم وانتوا بتعملوا، لو ما ظهرش عندك احمر لازم امشي على اللي تحت ده لحد ما اخلص التاسك كله وارجع تاني للي فوق لحد ما اتاكد ان مفيش ولا سيجمنت حمراء ولا سيجمنت حمراء يا جماعه. اتاني طالعه نازله كده التاسك كله اخلص اتاكد ان ايه مفيهاش اي حاجه. هنا هو زي ما انا قلت لكم هي 10 وهنا 13، يبقى انا اللي هعمله ايه لو عايزه ابص عليها، بصوا هنا هو دي هي حمراء واللي بعدها مش حمراء، فانا مش محتاجه اعمل غير ان انا احرك البتاع دي واتاكد ان انا لما جيت حركت ما جاتش يمين وشمال وضيعت السيجمنت كده اهوت، عشان في ناس ما بتاخدش بالها يا جماعه وبتعمل دراج وما بيتحرك منها وهي مش واخده بالها، فخلوا بالكم ان انا اتاكد ان هو في نفس المكان من بدايه السيجمنت. واجي انزل بصوا انا عايزه بس اوريكم الحته اللي انا بتكلم فيها دي، مثلا هنا وهنا بصوا الاثنين ورا بعض، فانا بقى مش هستخدم الطريقه دي هنا هو، بما ان الاحمر كله ورا بعضه انا هاجي هنا اهو اقف اول واحده وهي عايزه احمر، اروح ما ايه محركاها بسرعه، بصوا مجرد ما هحرك بس مش كتير يا جماعه بليز، انا بس بعمل لها تاتش ويا دوبك سنه، بصوا هنا احمر انا هحركها، بصوا الطريقه دي اسرع كتير جدا من الطريقه اللي احنا لسه قايلينها لكم بتاعه الاي، بصوا اتاكد ان الموجه صح واجي ادوس هنا في الحته دي، ادوس في الحته دي هيطلع لي، ما ادوسي غير مره واحده هيطلع لي السيجمنت اللي بعدها، اجي اقف لا كويس السيجمنت دي كويسه دي كويسه دي كويسه لا دي مش كويسه، اروح محركاها واجي اللي بعدها احركها، اجي اعمل هنا اهو، بصوا خلي بالكم ان هو بيتحرك معايا اوتوماتيك، فاتاكد ان انا قصيت صح. هتاكد ازاي؟ هفتح بعد ما اعملهم افتح الاوديو واتاكد ان هنا اقف قبلها واتاكد ان الكلام صح، ان السبيكر اتكلم من هنا، خلوا بالكم الحته دي مثلا مقطوع منها حته شويه ازودها شويه، طبعا قلنا في بعض البروجكتس بتقص على طول، في بعض البروجكت لازم تسيب المسافه دي لازم تقص من هنا تبقى عندك الموجه الصوتيه، اغلبيه الترانسكريبشن اصلا لازم تسيبه بس البروجكت ده طالبين مننا احنا نقص بالظبط ماشي، لكن اغلبيه الترانسكريبشن بيطالبك انك تسيب مسافه قبل وبعد قد كده. اجي ابص للي بعدها احمر اروح محركاه وهكذا، بصوا المساله بسيطه وتافهه ومش هتاخد وقت كتير لانك انت هتحاول على قد ما تقدر تستخدم كل الطرق اللي بتخلي ان البتاع ما يحصلش فيه اي مشكله. خلي بالكوا ساعات انا اجي اعمل هو فتح الحته دي، انا رحت عامله البتاع دي ورحت جايه دوست الحته دي من غير ما اعمل السيجمنت دي، فهو اجي ابص هنا هلاقي السيجمنت بتاعتي حلوه، لكن لما اجي اطلع هنا هو في الماء في
المسطره بتاعتي. لا هي ما جابهاش. ماشي، اجي مثلا سي اهي، انا ما عملتش دي، اوكي عملت بس دي، اجي اعمل كده الاقيه هو راح ممشيها. يعني بصوا، اجي اعمل هنا اهوت، واجي هنا اهوت اخد اللي بعدها على طول. فاتاكد يا جماعه ان كل اللي هي اللي معموله دي، اللي طالع حته منها دي، اتاكد ان انا عملتها، عشان ممكن ايه اكون انا ما عملتهاش وفاكره ان انا عملتها. ماشي، اتاكد، اجي هنا اهوت واتاكد ان كلهم معمولين. بصوا دي انا سايباها، هتاكد ازاي؟ زي ما انتم شايفين الانوار، الالوان مجرد ما ادوس عليها تتفتح زي دمعه كده. بروح دايسه يمين وشمال واتاكد انها هي نفسها السيجمنتس اللي انا عاملاها. كل دول بصوا راحوا مني، كل دول ضاعوا مني. اجي هنا اهوت واتاكد، لا خلاص ديت، اخد اللي بعدها كمان واتاكد لا ان انا كده ماشي صح. ماشي، طيب انا خلصت وعايزه ارجع بقى للحته اللي انا سبتها وايه وعملت فيها الايه العلامه بتاعتي، بدل ما اقعد ماشيه 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 بالمسطره بالمنظر ده، لا بصوا انا ليه حاطه قاعدة؟ اللي هي النص قاعدة بيكلبس، مجرد أنا ما سيدا هدوسها لين يا توصلني قاسيرة للحته اللي انا كنت قاعدة فيها. لا دولة ما يبقى انا تيجي ممكن لين يا اعلم قاسيرة المكان لو اللي ما انا يدي لو عايزاه في غلو واجي يدي اعمل غلو اي جاي حاجه عم تانية بس كلو عم وارجع بيت عادي. يس ماشي، ما يا ما نادو اقعدش على الف وما ما اقعدش تيجي الف تيجي وما وان اقعدش بيت الف وما وما سويلا اجيبه ها وما وبقى ابصش. يسوي وفي ده سو واتاكد مو ان دين كل كاوا سبيكر هم وان دين دي اند بامبو سبيكر اه وان كلمبا ده ما وافتح نادو شيء ما نادو سيجا دي واقعد بتاعه اسمع. يس بامبو ما لم جوني فومبي انا دي فايس تشيرمان وبامبو كلمبا تاي مين ايني نالي ممبر wa o wa bungwe la kuyangalela kumbenye kuseka ndikutsekula yes mpini kitone ndiwe nayi nawo ndipo خلوا بالكم يا جماعه، بصوا هنا هو تعدينا قد ايه، عدينا وقت كتير جدا. خلوا بالكم ممكن بقى تكون السيجمنت ديت طويله اكتر من 30، هعرفها ازاي لما اجي اعمل الحته دي والاقيها حمراء؟ طب في بعض الايرورز بتبقى هي اوريدي بيضه بيضه يا جماعه، بس معديه ال 30 ثانيه. في بعض الحالات بتحصل الحكايه دي. بتحصل ازاي الحكايه دي؟ بتبقى انت السيجمنت بتاعتك طويلة برضو، بس هو ما حسبش ان هي 30، يعني ازيد من 30 سنتي. فتخلوا بالك هي دي حالة شاذة قوي، بس يعني حاولوا تتأكدوا على قد ما تقدروا ان السيجمنت الطويلة ما عدتش معاكوا ال 30 سنتي 30 ثانية. ماشي، نرجع تاني نسمع. بصوا انا ليه ما قصتش يا جماعة وما التزمتش بال 30 ثانية؟ ان انا هرجع اراجع التاسك واتأكد ان كل السيجمنتس دي ما عدتش ال 30 ثانية. انا لما اجي اقص دلوقتي هيبان اذا هي 30 ولا مش 30. ماشي، نرجع نكمل. لازم طبعا عشان افصل السيجمنت لازم الحتة دي تكون اكتر من نص ثانية. في طريقة بقى انا ممكن ان انا احسب بيها ال 30 ثانية بمزاجي. ازاي بقى؟ انا مثلا سي انا واقف في الحتة دي، ماشي، ادوس على البتاع واوريدي فتح لي السيجمنت اللي انا شغاله فيها. خلوا بالكم ساعات بيعلق، فهو بيجيب لك سيجمنت تانية مش السيجمنت اللي انت باصص لها، مع ان عليها العلامه البيضاء او الدايره البيضاء وكله. فانت حاول قد ما تقدر تعمل اي سيجمنت جنبها وترجع لها تاني. ساعات مثلا هي دي مشكله اللوفت، بيحصل فيه ايرورز كتيره قوي كده. فانت ايه، هتدوس فوق وترجع تدوس تاني على السيجمنت بتاعتك. طب انا عندي هنا هي 25 27، ازود عليها 30 ثانيه، هقول 27 هتبقى 37، عد كده على صوابعي 37 47 57. خلوا بالكم 57 يبقى 30 ثانية هتخلص في ال 57. اجي ابص هنا، هنا فين؟ في ال 55. هو محطوط هنا اهوت 6، 26 6. يبقى انا هنا اهوت اخد بالي، لو عايزين توفروا وقت برضو بدل ما ارجع اعيد التاسك تاني كله واشوف ال 30%، احاول سيجمنت لو طولت ابص هنا اهوت وازود على ايدي كده 30 واتاكد انها ما عدتش ال 30 ثانيه. يبقى انا لازم لحظة اقص، لازم اقص يا جماعه في 57 125 جزء من الثانيه. ماشي، هنرجع نعيدها تاني ونشوف. افتح الايه الاوديو هنا مثلا، الحته دي طويله برضو، ما اقولش بقى لا هي طويله، انا عارفه ان هي مش ما عدتش النص ثانيه، بس اتاكد برضو، اعمل كنترول فول ستوب.
هنا مثلا واحد بيتكلم، طب انا اتاكد برضو انها ما عدتش النص ثانيه. خلي بالكم مش معنى ان هو بيتكلم ان انا اسيب عادي، مش مشاكل، لا مفيش حاجه اسمها مفيش مشاكل. انا بتعامل مع السبيكر رقم 2، ماليش دعوه بالسبيكر رقم 1. اروح عامله هنا تقف عند نهايه الموجه، بصوا وهي قبل الموجه، بما انها قبل الموجه يبقى دي لازم تتقص. خلوا بالكم هي اتقصت فين بقى؟ اتقصت في 57، في 57، بس انا عندي هنا 125 وهنا عملها 495. 495 غلط يا جماعه، لازم دي تبقى اقل من 125. طب هعملها ازاي؟ اجي هنا في نص الموجه واقطع؟ لا غلط، اروح جاي اقف على الموجه، اختار الموجه بتاعتي واروح جاي هنا واقف في بدايه الايه الموجه اللي قبلها. طب انا اصلا قست البتاعه دي ولقيتها اه دي اقل من نص ثانيه، بس ليه بقى حطيتها هنا بالرغم انها اقل من نص ثانيه؟ عشان الموجه عندي تعدت ال 30 درجه، فدي هعملها لوحدها ودي هاجي هنا هعملها لوحدها. ماشي. في بعض السيجمنتس، بعض البروجكتس بيقول لك قص بالظبط على الموجه، في واحد تاني يقول لك لا لازم تلزق الموجتين في بعض، حتى لو الموجه دي خلصت هنا الزقها في اللي بعدها. طبعا اسالوا الليدرز زي ما قلنا لكم، احنا بنقول لكم البيزكس، انت بقى اسال الليدر هو نفسه في ايه ولا العميل قال له ايه. معلش انا حطيت هنا سبيكر 1 وهي المفروض سبيكر 2. بصوا المسافه بينهم قليله، مفيش مشاكل، اهم حاجه ما تعديش ال 30 ثانيه، ما تعديش 30 ثانيه يا جماعه. لو 30 ثانيه البروجكت بتاعك التاسك بتاعك كله بيترفض، يعني ما تاخدش مثلا التاسك ده مثلا نقول مثلا ب 40 دولار الساعه، انت هنا نص ساعه هاخد 20، مش هاخد ولا مليم. اوكي، فعشان حركه غبيه زي دي انا استهونت بيها اترفض التاسك بتاعي. في ناس بتتلكك فعلا في كيو، يعني تبقى انت مقفل التاسك كله وحاجه هبله يقول لك لا. ليه بقى بيقول لك لا؟ لان هو اوريدي لو عمل الحركه دي هو هياخد في جيبه ال 20 دولار، يديها لك ليه وانت غلطان؟ طبعا دي كل واحد وذمته بقى، لان الكيو لو صلح التاسك بتاعك هو اللي بياخد الفلوس مش انت، عشان كده ما بيجيبلكش الفلوس. هو ماله؟ عشان كده لازم انت تكون اخر واحد مسلم التاسك. هنرجع نعيد، نعمل كنترول هنا، بصوا البتاع بتاعتي عشان هي اوريدي هنا اهوت، احركها بصوا اتعملت، اجي هنا اهوت واقف واسمع بقيه الاوديو. اتاكد انها اقل من نص ثانيه، هنا اتاكد تاني لا هي قطع الموجه يبقى لا. اجي هنا اهوت اوريدي السيجمنت بتاعتي خلصت، خلاص خلصت، اقفلها؟ لا ما اقفلهاش، اقص مثلا او نهايه الموجه اقصها واجي الحته ديت اكمل بيها برضو، بس ايه ادوس عليها واعمل هنا 26. انا عندي التاسك 30 اعملها ل 28. ما تعملوش 30 يا جماعه عشان تعرفوا تعملوا دراج. في حاله انك انت بتعمل في الفاينل خالص ومش عارف تعمل الدراج بتاعتك هعمل ايه؟ بصوا الحركة دي هاجي واعمل الكنترول بتاعتي، لسه هاجي هعمل ايه مثلا؟ زي مثلا هو هيتكلم في الحتة دي، ماشي، هو طبعا مش هيتكلم دلوقتي في الحتة دي بس انا هوريكم يعني هو هيتكلم في الحتة دي، فكل ده المفروض ده كله ما اتكلمش فيه السبيكر بتاعي. هاجي هنا اهوت وهقص من الحته دي وهختار السيجمنت وهقص. بصوا انت مجرد ما تقص هو بيختار الحته دي، فبيفتح لك السيجمنت اللي هي الناحيه دي، مش اللي الناحيه دي، بيفتح لك اللي الناحيه دي. اللي هتعمله انا هقص في نفس اللحظه هعمل ديليت لكل اللي فات، ماشي، اعمل له ريموف. وخلوا بالكم في مشكله عندك في اللوفت، لو انا دوست هنا ريموف ديليت وما دوستش اي حاجه هنا ودوست في اي حته هنا اهوت هيتقفل التاسك ده. بصوا هيحصل معايا ايه؟ اتقفلت. اجي افتح ديليت، بصوا دي ايرور برضو عندهم في المنصه، مش هتقدر تعمل حاجه. احفظ يا بابا او تيجي تعمل الحته دي كده اهوت واعملها الازرق اللي قلنا عليه عشان تعلم المكان اللي انت فيه، وكل اللي هتعمله هتيجي هنا في الريفرش هتعمل ريفرش، هيقول لك do you want to reload the site،
خلوا بالكم بقى، شايفين الارقام اللي هنا؟ ده عدد التاسكات اللي فاضله في الايميل ده. هنا 23، هندوس الريلود وايه، وهنسيب يتحمل من اول وجديد. ماشي، هو هنا طبعا هيعمل الريلود بتاعه. خلوا بالكم الحركه دي زي ما قلنا الحركة دي. بصوا فاضل تاسك قد ايه، انت بدأت التاسك، انا مثلا بدأته من الساعة 12 بالليل، التاسكات بتخلص بسرعة. عشان كده نقولكوا الطرق السريعة ازاي تشتغل بطريقة سريعة ما تخليكش تخسر التاسكات. احنا مشكلتنا ان احنا بطيئين جدا. بصوا ال 26 تاسك فاضل فيهم واحد، واحد في 12 ساعة، لان في عندك من العالم كله بيشتغل. طب انا دلوقتي بيتحمل، استنى ما يتحمل، ما اقعدش بقى ادوس مليون مره وادوس يمين وادوس شمال، خلاص بيتحمل، ما تقرفوش نفسكوا بقى، استمتع بالحياه. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنطلع نستنى لحد سيادته ما يحمل، ودينا مستنيين مستنيين، يا رب يحمل النهارده. المواضيع سهله وبسيطه، حاولوا على قد ما تقدروا تتفرجوا كذا مره لو مش فاهمين. اهو انا دلوقتي التاسك بتاعي اتفتح، نفس السبيكرز بتوعي. انا جاي ان هو بص، بدل ما كان هي ماشي 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 من المسطره، لا لا لا، انا بوفر وقتي طبعا، انا ما وفرتش اي حاجه اصلا، بس اجي للحته اللي هي اللي انا فيها اللي هي 26 وارجع كده اهوت، واخد معايا التاسك بتاعي اللي هو واصل للاخر. لو انا مثلا الحته دي لميتها بالغلط ارجع لها واعمل احطها من بدايه التاسك زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا الواحد بيحاول يفهمكم على قد ما يقدروا، عشان الحاجات دي يا جماعة بتفرق جامد جامد في الفلوس. انا ليه اخد 10 دولار اما ممكن اخد 100؟ فاحنا مش هنضيع وقتكم، ده بنعلمكم ازاي تكسب فلوس مضاعفة. اي حاجة شك فيها افتح، احس ان الصوت نبرته اتغيرت، افتح جاري الفيديو واشوف 26 26 4. اقف في نقط مثلا 26 56 واتاكد ان هو السبيك كلم لوحده. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بليز بليز، انا العلامه بتاعتي دي ما سيبهاش، لازم ما اسلم التاسك ما فيهوش اي حاجه نو سبيكر، اقلبيها على واسمع بقيه. هنا وقفت، اروح جاي اعمل كده واتاكد انه ايه، هنا مثلا عملت تو سبيكرز وانا مش واخد بالي، الغيها. الغي لايه بقى؟ ما الغيش المره اللي فاتت كنا بنلغي اللي هنا، لا الغي بقى الاولاني في اي اقص. قصيت ليه؟ لان ماليش علاقه بالسبيكر ده هيبدا امتى، انا اللي يهمني السبيكر اللي انا شغاله فيه هيبدا فين. انا مثلا غلطت او عايزه اعمل، خلوا بالكم في ناس بتقعد تفتح من هنا وتفتح وتقفل من هنا، لكن انت بص لو دستان اهوت على كذا كليكه هيفتح لك وهيجي لك على ايه، هيمشي ايه. بصوا فرق ده نص نص جزء من الثانيه، هاجي هنا اهوت وهقص. يا جماعه الحكايه دي لو عدت نص ثانيه ما بتاخدش ولا مليم ولا مليم، وبيتلككوا. يعني انا مثلا عملت واحده اتنين، هو لقى انك انت عملت واحده اتنين خلاص اتلكك رفض. فبعد اذنكم اتاكدوا وراجعوا ده انت فاهم هنا مجال مراجعه مجال يقولوا اما قالوا لو كان فوم انكم ابا ساغا وفاجا نينا غاجا كفالا غاجا نينا غاجا انكم ابا يقولوا انكم ما في يوم انكم ده 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 نسيم بها من بجابو كيف يجي مانغو بلا جوك دوي تشابيدا بس يوتو عينكم. انا بص بخليكم فعلا، انتوا متخيلين احنا خلصنا كام وقت؟ وقت كتير جدا. ماشي، يعني احنا كنا 21 ولا 22، دلوقتي وصلنا 26. طبعا احنا واخدين وقت عشان بنشرح، لكن انت في العادي بتاعك ده كله ممكن تخلصه في 10 دقايق. ماشي، طبعا انا مش هقدر اقص.
خلوا بالكوا هو بيتكلم بصوت عالي ووطي صوته هنا، فبعد اذنكم لازم الاوديو يتسمع كويس، وافتح قبل ما اقص واتاكد ان الموجه خلصت، مفيش كلام بيتكلم، مش متك على حرف. أبيك فارجع تاني احط المكان بتاعي، أبيك وبعديها بعد ما اتاكد 100% 100% اقص. دي يابا انا بفهم فكره من هو جاي انا حاجات لا بسيطه ينفع. جدا جدا يا جماعه، بتضيع منكم بروجكت، حرام حرام تبقى شغال شهر ويتحسب لك نص الشهر بسبب حاجات هايفه زي دي. لو علق معاكم الكيبورد بدوس هنا وافتحه، ما اشتغلش معايا ادوس هنا واروح قافلاه واستخدم الكيبورد تاني، هيشتغل معاكم عادي. خلوا بالكم انا مثلا في البروجكت بتاعي دوت انا بقص هذا بايدين، بس انا لو لقيت كم الحته نازل دي بعيده قوي قوي يعني لو قريبين من بعض ما بقصش غير واسيب هذا مسافه، من قفول لكن هو انا عندي مثلا في البروجكت بتاعي ما فيش مشاكل، اجي هنا هو واقص من هنا، لان البروجكت بتاعي قال لي ما تسيبيش اي مسافات بين السيجمنتس. بسيبها امتى؟ بسيبها بس لو الموجتين قريبين من بعض، فانا لو قصيت هنا والموجه الثانيه هتبدا هنا، هو طبعا قصتي اقل من نص ثانيه، فانا بروح جايه هنا اقص في الايه في بدايه الموجه واسيب كل المسافه دي. ماشي، واتاكد اتاكد ان ما تبقاش لازقه قوي هنا، هو اتكلم اتاكد انها عدت نص يا ده سنتي ولا مقفول ثانيه ولا وقفول لا، وقفول وقفول عدت يبقى قص. ارجوكوا خلوا بالكم، ولازم المسافه بتاعت الرغي اللي الراجل بيرغي ده اقل من نص ثانيه. ماشي، اقف هنا واعمل الكنترول بتاعتي، بصوا بصوا وقفت فين، يبقى دي مسموح بيها، لكن هنا ما اقدرش، لازم اقص السبيكر. لو تعدى هنا تعدى، يبقى لازم ده يتقص، ما ينفعش يتساب هنا. ليه مقصوص؟ عشان البتاعة دي اكتر من نص ثانية، لكن لو في العادي مش هقص. مجرد ما هي زادت عن النص ثانية لازم اقص. هنا في نهاية الموجة وأعمل هلاقيها، لا دي عادي. أما بانجا هنا أنا ما قصيتش ليه؟ لأن أنا جيت وقفت أقل من إيه، نص ثانية، السبيكر أقل من نص ثانية. هنا هقص ليه؟ طبعا أنتوا حفظتوا، وأتأكد من السيجمنت وبعديها أقص ليه؟ لأن هي أكتر من نص ثانية. خلوا بالكوا هنا حصل مشكلة بالنسبة لي. إيه المشكلة؟ أنا قصيت غلط. ليه؟ لان انا ما سمعتش الموجه واستعجلت، لازم اسمع الموجه. اوكي لو خدت بالك هتلاقي الاثنين بيتكلموا مع بعض عاملين اوفرلاب، اوكي فانا دي انا هعملها بقى كده لازم نسجازو انا اسمه بدل ما اقول اقلب لامو بتاع دي لا وارجع بقول فين دي بقول هنا دي لا احاول بقول كنت امشيها كده شويه بقول ايه واطول دي شويه، نحاول نوصل ايه لنهايه، اعمل لها ايه، مش هعملها دراج يا جماعه، انا هاجي اقف هنا وازود دي، هي ثابته انا بس ده بطولها يا مالو شويه. دي بالي بوسمان كنت فوقه هنا اروح جاي هو خلص هنا، فهو ليه ايه يا مالو ليه ممكن بالي اجي بوسمان هنا كنت هو فوقه احسن انجل لي بما فعلا، ما هو كنتش عارف ان هو بقول اعمل يوغا بيتكلم برضه هنا في الوسط، قال لي ما يجي عارف ازاي ان هو كالونجا وداونا ومالوينا من هو فوق اما روجا يدا مالو اما انكو سولا ما اسمع. بالرغم انها باينه ان هي لا اكتر من نص ثانيه، لكن هو بيتكلم في الوسط هنا، فانا ما قصرش. هنا كانت اكتر من نص ثانيه، وتاكدت من الاوديو انه اكتر من نص ثانيه، وبدا يتكلم من هنا خلاص. بصوا خلوا بالكم هنا الراجل بيتكلم، يا ترى بيتكلموا فوق بعض اوفرلاب ولا بس ده بيتكلم؟ لا بصوا اتكلم كتير جدا، فانا اجي اقص من الحته ديت واتاكد برضو ان نهايه الموجه عندي او بدايه الراجل سكت الحته دي. بصوا خلوا بالكم من حاجه، هو انا قصيت بالظبط على هنا ماشي، بس لما جيت سمعت هو الاثنين بيتكلموا فده قطعه، فهو كان بيتكلم عادي بيكمل كلامه عادي، وبعديها لما لقى اللي قدامه بيتكلم سكت، هو ما سكتش هنا، سكت في نص الموجه، نص الموجه سكت فيها يا جماعه، فانا لازم اسمع هو سكت امتى، واحط هنا المسطره بتاعتي وافتح الاوديو
واتاكد ان الصوت سبيكر اللي انا بستخدمه مش بيتكلم في الحته دي. جه هنا اهوت بدا يتكلم تاني من الحته دي، اخلي بالي النص من سنتي بعد ما انا قصيت بقى ولا ما احط هنا يبقى انا اقصي صح. لو عدى يا جماعه ثانيه هو الموجه هنا اهوت بدا يتكلم من هنا، يبقى لازم الغي اللي انا عملته ده واكمل الموجه عادي واطولها زي اللي احنا عملناه من شويه. بصوا انا هنا ما قصيتش ليه؟ لان هما الاثنين بيتكلموا في نفس اللحظه، عشان كده بقول لازم لازم تسمعوا الاوديو. اتاكد اتاكد طول ما انت ماشي اتاكد. بصوا هنا اهوت لا عدت، يبقى اجي واختار السيجمنت بتاعتي واقص وابدا من هنا واتاكد ان مفيش اوفرلاب فوق بعضه يتكلموا مع بعض. بصوا هنا غلط، الراجل بيتكلم هنا اهوت وانا مش مركزه معاه، عملت غلط تاني اعمل ايه؟ لان انا لو جيت حطيت هنا السيجنال بتاعتي بصوا وهكذا. فتخلوا بالكم من الحكايه دي عشان الحكايه دي بتضيع منكم تاسكات كتير. ماشي، ما ينفعش ان انا اقص وهي مش نص سنتي. فانا بصوا طولتها ازاي، وتاني ادور هنا اهوت امشي كده شويه لحد ما يجي حته ما فيهاش فيها اكتر من نص سنتي. لا لسه، امشي كده شويه يجي الحته دي بصوا، لا برضو لسه، اجي هنا اهوت هنا واتاكد دي بالظبط يعني، فلازم اقصها في الحته دي. فايه هاجي احطه في الحته دي. ماشي، هو اوريدي الحته دي باينه ان هي مفروض اقص، فهظبط من هنا وارجع بقى اعمل اللي انا كنت بعمله، ان انا هقف هنا على السيجمنت واطولها، مش هعمل دراج، انا بس بحركها، هي اوريدي بادئه من نفس المكان اللي انا عاملاه ما اتحركتش. واتاكد ان ايه كل الحاجات دي ماشيه تمام كده. اعتقد تقريبا اغلبيه الحاجات المشاكل اللي قلناها، لو افتكرنا حاجه نبقى نعمل فيديو تاني. ربنا يوفقكم وان شاء الله خير.